لدينا من نابلس الخبير في الشأن الإسرائيلي سامر عنبتاوي، أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. سيد عنبتاوي، أبدأ معك من بيان حركة حماس الذي لا يرفض المشاركة في المفاوضات لكنه يضع إطارا لمشاركته، كيف تقرأ بيان حماس؟ تحياتي لكم عزيزي. الحقيقة بيان حماس يحمل من الوضوح والغموض في نفس الوقت الشيء الكثير. بيان حماس يقول بشكل واضح أنه كل الحوارات قد استنفذت وكل النقاط قد تم الاتفاق عليها، وأن حركة حماس والمقاومة وافقت على ما طرح من قبل الرئيس بايدن وعلى الورقة المقدمة سابقا وعلى التعديلات، وافقت عليها بشكل إيجابي كبير. الآن هي تقول لماذا العودة للمفاوضات والحوار؟ الآن يجب أن نتحول لآليات تنفيذ متفقة عليه. طبعا هنا حماس والمقاومة يعون تماما أن الإسرائيلي يريد أن يفاوض لأجل التفاوض وأن يعطل الأمور بشكل كبير، وهذا نهج نتنياهو وكل زمرته، يريد شراء الوقت وكسب الوقت بالحديث أنه يفاوض، لكن عمليا هو لا يفاوض. عندما خرج البيان الثلاثي قبل يومين خرج نتنياهو وقال سأرسل الوفد الإسرائيلي، ولكن لم يتحدث عن صلاحياته وعن إمكانياته، لكن مرر بعض التصريحات التي ممكن أن تعارض أو تعترض مع الصيغة الأساسية. قال سنبقى في رفح، سنبقى في السليم، يعني وضع نقاط تعيد الأمور لمربعها الأول، وهو يعني تماما أن المقاومة لن يعني توافق عليها. بالتالي المقاومة خرجت بهذا الشكل، لأنه نحن مش مست... ليسنا لسنا مستعدون بعد عمليات القتل في طهران وفي بيروت، بعد عمليات المدرسة التي استشهد فيها أكثر من 100 مصلي وجرح المئات، بعد العمليات التي مستمرة بهذا الشكل، وأن نأتي لفترة من المفاوضات لتطويل الوقت ويفرض نتنياهو ما يريده ومحاولات بالنتيجة لا نصل إلى وقت. هي خرجت لتقول نحن نوافق، لكن يعني هذا مهم جدا، يجب أن يكون هناك توجه على الآليات، لذلك نحن غير مشاركين مباشرة في هذه المفاوضات. الجانب الثاني في بيان حماس هو المخفي الغير معلن، هذا مقصود المقصود، أن هناك انتظار أيضا لمحور المقاومة ما سيقوم به من عمليات رد انتقام رد فعل ضد الاحتلال، سواء من حزب الله من لبنان أو من إيران أو من غيره من اليمن أو سوريا وغيره. وبالتالي هناك أيضا نظرة لهذه الأمور، لأنه لا يمكن أن تتراجع إيران عن الضربة التي تعهدت بها، ولا يمكن أن يتراجع حزب الله، ويعني لا يمكن أن تكون أيضا المفاوضات عائق، لأنه خرج الإيرانيون قالوا لقد إحنا يعني مستشرفنا في طهران وقتيل ضيفنا، وهذا شيء كبير وسنرد عليه بقوة وبشدة. كذلك خرج حزب الله قال تجاوزوا الخطوط الحمراء، وصلوا إلى الضاحية الجنوبية من بيروت، اغتالوا شخصية كبيرة ونحن سنرد. لا تستطيع المقاومة الآن، وأعتقد أنها ليست في غالب وليس في مصلحتها، أن تقول أن لا ترد لإيران ولا لبنان، لذلك هي تركت أيضا المساحة مفتوحة بحيث أن لا تكون المفاوضات تؤثر على ردود الفعل من محور المقاومة. سيد عنبتاوي، يعني هل يمكن القول أن إسرائيل الآن وضعت أمام خيار واضح من قبل المقاومة، إما المضي في رسم خطة وقف إطلاق النار والوصول إلى التبادل، وأما لا مفاوضات؟ نعم، يعني هذه الرسالة الآن تصل للإسرائيلي بشكل واضح، وهذا أصلا يتداول في الداخل الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي، الصحافة، الإعلام، رجال الأمن، رجال السياسة يقولون لنتنياهو أنت تريد الذهاب إلى المجهولة، تريد نقل المعركة إلى أن تتعدى الحدود وتصبح تأخذ يعني الدولة بين مزدوجين إلى الهلاك، وبالتالي عمليا أنت تعارض كل مرة نقترب من إمكانية تسوية وأخذ صفقة تخرج لتقربها. هذا في منظور الإسرائيلي، ولذلك عندما تخرج المقاومة بهذه اللهجة يجب أن تخرج بهذه اللهجة، تقول له يعني لا يجوز مفاوضات إلى ما شاء الله وأنت تستفيد من هذا الوقت وتبيعنا الوهم وتقوم بكل ما تقوم به من عمليات إجرامية. المفاوضات وصلت إلى حدها، إما أن تختار الآن
أن تبدأ بالتنفيذ وبإشراف الثلاثي المشرف على الأمر الوسطاء في هذا الموضوع، تبدأ في التنفيذ الفوري، وإما أن تقول أنا لا أريد أبدا هذا وتوسع الحرب وتستمر في هذه الحرب، لأنه المقاومة تعي تماما وكلنا نعي تماما أن نتنياهو وزملائه لا يريدون وقف الحرب، لا يريدون صفقة، لكن هو تم الضغط عليهم بشكل كبير من الولايات المتحدة الآن ومن المجتمع الدولي ومن الوسطاء بالقول أنه يعني يجب أن ننهي هذا الملف. لكن رأينا أن كل عمليات التخريب مستمرة من نتنياهو، قد يقوم بأكثر من هذه العمليات تقريبا بصفة بحاجة إليها لكي يضيع هذه الفرصة ولا يصل للاتفاق. لذلك أعود وأقول بيان المقاومة متزن وذكي، جاء في الوقت المناسب، أعطى الإجابة في الوقت المناسب، وفند الأمور أنه بعد ذلك إذا لم تذهب الأمور إلى التنفيذ يجب على الفرقاء الثلاث الضامنين أو الوسطاء في هذا الموضوع أن يخرجوا إلى العلن ويحملوا المسؤولية لمن خرب كل هذه الاتفاقات. لا يجوز أن تبقى الولايات المتحدة كل فترة تقول الحماس والمقاومة مسؤولة عن عدم تطبيق الاتفاق، وهذا كل العالم يرى أنه غير صحيح. على الأقل الوفود القطرية والمصرية ممكن أن تذهب لأن تعلن وتكشف. أنا مستنفذ كل الأساليب وكل الطرق، ونتنياهو وزبرته هم من يرفضون أي تطبيق أي اتفاق. مرة أخرى، نتنياهو وزبرته لا يريدون انتهاء هذه الحرب، بل يريدون توريط الولايات المتحدة وتوسيع هذه الحرب. ولدي سؤال آخر أيضا حول الولايات المتحدة. إذا كانت الولايات المتحدة تتكلم عن تسوية وكل هيئاتها الدبلوماسية تحج من المنطقة ومحاولات الضغط بكل الأساليب، لماذا ترسل كل هذه الأموال وكل هذه الأسلحة وكل نقلات الجندة إلى المنطقة؟ لماذا تهدد بالنار وهي تعلم تماما أن من يلعب بالنار هي دولة الاحتلال؟ ونذكر في العنوان الثلاثي في 56 عندما خرجت أمريكا وقال وأمرت بوقف الحرب، العنوان الثلاثي على مصر توقف فورا. لو أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف هذه الحرب فورا لأوقفتها فورا بالتهديد المباشر لدولة الاحتلال، لكن هي أيضا شريك في تضييع الوقت و يعني تضييع الأمور للوصول إلى الحماية للإسرائيليين. ورأينا أنه بعد عملية إجرامية في هذه المجزرة، وهي ليست أول مجزرة للتاريخ الإسرائيلي، كل مجازر تجاه الشعب الفلسطيني بس، لكن الآن يعني مجازر بالجملة. بعد المجزرة لم يخرج الأمريكيون يقولوا قلقنا ونبحث في الأمر، أي أمر يبحث؟ مصلون عند الفجر، نساء ورجال وأطفال يقتلوا بهذه ويحرقوا أحياء، أي تبرير ممكن أن يكون لها هذا؟ ويطلب من الاحتلال أن يحقق مع نفسه، يعني هذا يعني من أكبر كذبات التاريخ. لذلك كله يا عزيزي، أنا شخصيا لا أرى أن هناك آفاق للتسوية القادمة، وإن كنت أرغب في التسوية اليوم هذه اللحظة قبل الغد حتى نجنب أهلنا في قطاع غزة هذه الويلات وهذا الدمار وهذا القتل، ولكن بصراحة ليس بأي ثمن. ولا تستطيع نعم. المقاومة أن تجازف بما قدم من أرواح ومن دماء ومن بنى تحتية هدرا وترضخ للمطلب الإسرائيلي، لأنه بالنهاية أقول الإسرائيلي نتنياهو يريد إما استسلام كامل من المقاومة والرضا بالشروط الإسرائيلية أو استمرار الحرب. سيد عنبتاوي، إذا ما ألقينا نظرة طائر على الأجواء المحيطة بهذه المفاوضات، يعني نتحدث عن تهديد إيراني ومن حزب الله، نتحدث عن استمرار المعارك الضارية في قطاع غزة واستمرار أعمال المقاومة، نتحدث عن استدعاء الجيش الإسرائيلي يأمر جنوده في أذربيجان وجورجيا بالعودة فورا كما جاء اليوم، هذه الأخبار هل تشي بأن هذه الجولة تحديدا لن تكون متعلقة من ناحية فشلها أو نجاحها بغزة فقط، وإنما هي لربما ما سيحمل شكل المنطقة من بعدها إذا فشلت؟ وارد، نعم وارد جدا. فشل هذه الجولة سينعكس بشكل كبير على الإقليم بأكمله وعلى الولايات المتحدة، وممكن أن ينعكس على أكثر من اتجاه، لأنه إذا لم يتم تسوية في هذه المرحلة وهي تعتبر بالنسبة للكثيرين الفرصة الأخيرة، بقول الفرصة الأخيرة التي يستطيع أن يتدخل فيها
الآن الأمريكان يتدخلون بقوة وكل الأطراف تتدخل بكل قوة من أجل تمريرها، فإذا ما فشلت بالتأكيد هذه ستنعكس على كل المحيط. وبضمن ذلك نقول أنه الداخل الإسرائيلي الآن مرتبك ارتباكا شديدا بهذا الموضوع، الداخل الإسرائيلي ينتظر أي ضربة تأتي في أي لحظة، الوضع الاقتصادي الإسرائيلي في حالة انهيار، شركات عشرات آلاف الشركات أغلقت، بيوت أغلقت، اليوم حديث عن 370 ألف مهاجر تركوا فلسطين إلى الخارج، إضافة إلى تنامي المقاومة في الضفة الغربية، المقاومة لا زالت صامدة وتواجه في قطاع غزة، التهديدات من الشمال، من لبنان، من إيران، من اليمن، من سوريا، من كافة المناطق، ولكن نتنياهو استطاع تعبئة المجتمع الإسرائيلي بالفاشية والعنصرية. لذلك عندما تم استهداف المدرسة وسقط أكثر من 100 شهيد أعجب الشعب المجتمع الإسرائيلي بما فعله نتنياهو وما فعله غانت، بالتالي المجتمع أخذ دور الأكثر تطرف والأكثر عنصرية، وأقنعهم أيضا أنه في مرحلة حرب وجودية، ودخلوا في خرافات هرمجدون وما سيحصل وكل عودة المسيح وكل هذه الأمور من أجل تمرير هذه المعركة المجنونة. بالمناسبة عزيزي، نتنياهو قبل 7 من أكتوبر سعى بكل قوته لأن يختلق هذه المعركة، وضغط على الأمريكان لمواجهة إيران واحد في محور المقاومة، طبعا أمريكا لاعتبارات عدة رفضت ذلك، الآن يجد أن الفرصة مناسبة للاستمرار ولا يخطو خطوة إلى الخلف. لذلك أنا ما أراه في القادم تصعيد شديد، إلا إذا استطاعت الولايات المتحدة أو الداخل الإسرائيلي التضحية بنتنياهو وزبرته، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قوة حقيقية في الداخل تستطيع إنزال نتنياهو. واستطاعت الرأي الأخيرة أعطت نتنياهو وحزب اللي يكون أكثر من جالنس، لأنه بيني جالنس لم يستطع أن يشكل حالة معارضة وبرنامج معارض لنتنياهو، وبقي يلعب على الحبال. بالتالي بذكائه وقناعه ودهائه نتنياهو يجر المنطقة كلها إلى مواجهة كبيرة، وهذا ما أخشى أنه أمام أعيننا إلا إذا حصل اختراق في هذه المرحلة. كل هذا ستكشفه بطبيعة الحال الأيام المقبلة بانتظار يوم الخميس. شكرا جزيلا لك من نابلس الخبير في الشأن الإسرائيلي سامر عنبتاوي.